الدنيا ثاني. ربنا وحده العالم، اتوحشتك قد ايه يا غاليه. قلبي كان حاسس بيك وروحي كانت معك، بس انا كنت عارف. عارفه ايه؟ انك مش هتقدر تبعد عني. انت عمري وروحي وحياتي كلها. كمان بحبك يا حكمت، بحبك. تعرف لما بتقول لي الكلام ده بيدخل جوات قلبي، بيحسسني ان ملك الدنيا كلها بيدي. ربنا يقدرني ويخليك مبسوطه كده على طول. خليك حدايا وانا ابقى مبسوطه، انا وولدك كمان. ولدي نفسي نضرب عيني، نفسي اعلمه وولعب، ونفسي يطلع فلقة قمر زي امه. لساك شايف امه فلقة قمر؟ اياك ده انت القمر كله يا بنت. تنحب تنحب؟ انا بستحي. تستحي؟ طب قومي اوريك اليخت من تحت. قومي، تعال تعالي تعالي سيدياب. كنسل عليا يا ابن الكلب. هو عايش ولا ميت؟ دي نمرته، أنا متأكد. يا ترى هو اللي بيتكلم ولا حد تبع الإدارة؟ أسلم حل إنك كنسلت عليه، وابقى اتكلم بعدين واستفهم. نور يا كبير. انت من امتى بتشرب سجاير يا حسام؟ اهو بنفخ، مفيش غير ماما. يا ابني ربنا موجود، ما تعملش في نفسك كده، ده حتى يبقى حرام. يعني هو حرام اشرب سجاير ومش حرام اللي حصل لي؟ استغفر الله العظيم. يا ابني يا حبيبي، ده قضاء ربنا ولا راد لقضاء الله. ياما في ناس بتحصل لهم مصايب كتير وبيتصوروا ان دي نهاية العالم، لكن بعد كده بيكتشفوا انها مجرد محطة وبتعدي. سلمى ما كانتش محطة يا ماما. حسام يا حبيبي، انا تقريبا مريت بنفس ظروفك دي. لما ابوك الله يرحمه مات، الدنيا ضلمت في وشي، بس اكتشفت في النهاية لما ربنا اداني نعمة النسيان إن دي كانت مجرد مرحلة، وكان لازم أبتدي مرحلة جديدة ليك أنت وأخواتك. الحمد لله ربيتكم أحسن تربية، كبرتكم ومليتوا عليا الدنيا كلها. كان عندك حاجة تعشيلها؟ أنا شاين ده محمد، لما أنا عايش ليه؟ تعيش لنفسك، لحياتك، لمستقبلك. حسام يا حبيبي، أنت ابن عمري. أنا لما انكسرت ما لقيتش حد يقف جنبي غيرك. النهارده لما تنكسر استكتر عليا إني أقف جنبك. حياتي ورحمة سلمى، لو كنت بتحبني قوم معايا ومروح معي يا حبيبي.
يلا قوم قوم معايا هنحضر الهدوم مع بعض. عملت ايه يا محمد في موضوع خطبك؟ خطوبة ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني اكيد هنأجل موضوع الخطوبة ده شوية لحد الازمة اللي احنا فيها دي ما تعدي على خير. ده انا اشتريت فستان الخطوبة ورتبت كل حاجة وعزمت كل اصحابي، اقول لهم انا ايه بقى دلوقتي؟ قول لهم اي حاجة. انت بتحبنيش عشان انت لو كنت بتحبني عمرك ما كنت هتطلع شكلي زفت قدام صحابي كده يا ريهام. ده بدل ما تقفي جنبي في الظروف اللي احنا فيها دي. يا محمد الحقيقة ابقى من الميت، وانا قلت لك اللي عندي بقى وانت حر. سلام. وبعدها لك بقى يا لولا حبيبتي، مش هتبطلي قعدة البيت دي؟ طب ورحمة أمي، أنت من يوم ما بطلتي رأس والرأس خسرك. يسلم فمك يا باشمهندس مليجي، فعلاً لولا من ساعة ما سابت الرأس وأنا وحشاني الرعشة بتاعتها. طب أعمل إيه بس؟ ما المضطر بيركب الصعب، وبعدين ما حلت أمه اللي عايز كده. أقول لكم إيه؟ سيبوكوا بقى من الموضوع ده، أنا عندي فكرة ما تخرش المية. إيه رأيك بقى تسيبي شقتك اللي متأجرة دي وتروحي تعيشي مع عيلة أمه في وسط أهله؟ طب وهم هيوافقوا بالكلام ده؟ لازم يا بنتي يوافقوا، أنت مرات ابنهم من حقك يصرف عليكي، وبكده بقى نضمن إن رجليكي جوه البيت. قشطة عليك يا موني، تعجبني دماغك الغالية دي، والنبي واديله جامد قوي عشان جامد ما خدش. لا خلي جامد استنى شوية بس عبال ما أفهمك أنا الموضوع في الآخر. احنا بعد كده ندي العمارة كتف قانوني، العمارة تقع، السكان يمشوا، نبيع الأرض احنا الملايين. ما تلعب عيد الياضي انت بضحكتك النتنة دي بدل ما اديك في وشك اخنفك. ماني بلعب عيد الهو حلو اهو، مني حظ أعلى منك يعني. انت حظك أعلى مني؟ ده حظ عوالم ده، انت مش فاهمك في لعب الورق انت. خبر ايه؟ هتفضلوا قاعدين تلعبوا في الورق ده طول النهار، اليوم هيخلص وانتوا لسه قاعدين. وانت عايزانا نعمل ايه يعني؟ ما احنا قاعدين مستنيينك لما تتنيلي تخلصي الطفح اللي هنطفحه. انا اللي هطفحك الدم يا مصطفى. حسام بيه؟ انت خليت يا حسام بيه؟ انت مين يا جدع انت وعايز ايه؟ انا اكلمك تقفل في وشي يا ابن الكلب يا عاطي. استهدى بالله بس يا باشا خلينا نتفاهم. انت فاكر اني مش هعرف اجيبك؟ ده انت لو في بطن امك يلا هجيبك يلا. قادر وتعملها يا سعادة الباشا، بس يكون في علمك انت لما كلمتني اني كنت قاعد مع منصور وما كانش ينفع ارد عليك، وقلت ان سيادتك هتفهم. وما كلمتنيش لما خلصت مع عسي زفت. ها طب ممكن تهدى بقى عشان نتفاهم ولا تحب تكمل ضرب؟ بناتك دول؟ ايوه يا باشا. ما تخافوش يا حبايبي، انا صاحب ابوك وبهزر معاه شويه. ما تخافوش. طب انتوا اصحابه بتهزروا مع بعض، اني ذنب ايه اكل كف زياده على كفاي؟ اخرس يا دلمي. بس يا باشا، بس يا ابن الكلب يا واطي. وانت يا وليه خش نجر اعمل لنا كوبايتين شاي بدل ما انت واقفه كده زي التلاجه البايظه. وما تخافيش، ده حسام باشا مديري في الشغل. ما تعمليش حاجه يا ستي، انا عايز جوزك في كلمتين وهمشي على طول. يلا. اديني حكيت لسعادتك على كل اللي حصل امبارح والكلام اللي هي قالته. لو انا غلطان في حاجه حضرتك قول لي. بصراحه يا محمد انت عداك العيب، بنتي هي اللي غلطانه. طبعا غلطان، ما تزعلش يا حبيبي، هي كان لازم طبعا تقدر الظروف اللي انتوا فيها. بعدين بقى خلاص احنا بقينا اهل، يعني اللي يزعلكم يزعلنا واللي يفرحكم يفرحنا. طبعا يا طنط، وانا لو مش بحب ريهام ما كنتش جيت لكم وكنت اتصرفت من دماغي. انا مش عايزك تزعل منها يا محمد، لانه برضو مهما كان البنت لسه صغيره وما تفهمش في الحاجات دي. معلش يا حبيبي، انا هقعد معاها وافهمها كل حاجه. ماشي، متشكر عن اذنكم. ساعتك تؤمرني باي حاجه؟ لا متشكر قوي حبيبي، بس طمني حسام اخباره ايه دلوقتي؟ والله يا فندم مش عارف اقول لحضرتك ايه، ربنا يصبره على اللي هو فيه. عن اذن حضرتك. بقى في حياتك يا باشا. حياتك الباقي يا طاهر. والنعمه الشريفه اني اتفاجئت زيك بالظبط، بس انا حذرتك يا باشا وقلت لك ان منصور ده حطك في دماغه. المره دي بقى انا اللي حطيته في دماغي هو ودياب ابنه، وانا وهما في الدنيا دي كلها. والله عندك حق يا باشا. يا ساتر، ده اللي زي منصور ودياب ده مسخوا الدنيا. الهي ربنا يبتليهم بمصيبه ويريحنا منهم. على ايدي ان شاء الله. اسمع طاهر، ركز في اللي هقوله لك ده وطرطق ودانك كويس
وتنفذ اللي هتسمعه بالحرف الواحد. معقولة التأخير ده على الباب يا ماما؟ وحشتيني يا ست الكل. يا قمر يا سكر ازيك عاملة ايه؟ حضرتك مين؟ أنا لولا. لولا مين؟ لولا مرات ابنك. لا حضرتك غلطانة في العنوان. لا أنا بقى متأكدة، مش حضرتك مامي عمر؟ أيوة بس عمر مش متجوز. لا إزاي؟ أنا لولا مرات عمر وقررت بقى أجي أقعد معاكوا هنا على طول. أنتِ بتقولي إيه؟ عمر تعالي هنا. عمري لولا حاسبي كده. وحشتني. مين الست دي عمر؟ دي رد عليا. مين دي؟ رد على ماما يا عمر، ما تزعلهاش ولا تحب أقول لها أنا. دي مراتي يا ماما. يلزمك كام حتة؟ 100 حتة كلاشنكوف على 100 صندوق زخيرة. ده احنا داخلين على انتخابات يا كبير، كل سنة وانت طيب. وانت طيب بس يكون في علمك ده شاحح اليومين دول من السوق. في حاجة تشح على الكبير بقى؟ ده انت الكبير تعيش، بس السعر هيختلف. ليه بس؟ ما احنا راسين على السعر من العملية اللي فاتت. اللي فات مات يا سيدنا، واحنا ولاد النهارده، والنهارده الحكومة مقفلة على كل حاجة، ومعادش تهريب من بره واصل، وبناخده من المخازن ومنطلعه من اللحم الحي. الله، السعر هيزيد قد ايه؟ الطاق طاقين. واه كتير قوي يا كبير. خلاص هات من بره وشوف هيوقع عليك بكام. ده اذا عرفت تدخله وما تقفشتش ورحت في حديد. الله الله الله، ليه كده يا كبير؟ تعقدها ليه كده؟ لانها معقده رباني. خلاص يا كبير ولا تزعل، احنا هناخد من عندكم بالسعر اللي تقول عليه. ما كمل الاول لازما يعني المناه ده. معلش عاد زباينك بيتجلوا عليك. ماشي يا سيدنا، جهز فلوسك وبعد 3 ايام تلاقيني عند الجبل الاصفر عند الكيلو 70. حكون واقف مستنيك انا والرجاله ومعانا البضاعه. طالع بنفسك يا كبير؟ امال ايه، اللي كنت بستأمنهم على مالي راحوا واحد ورا التاني، والكلاب السعرانه عاوزه تنهش في لحمي. لكن انا لازم اوريهم من هو منصور البطاش. ها نتقابل بعد 3 ايام باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكي. يلا بقى دوقي عمايل ايديا وحياه عينيا. ماليش نفس كده يا ماما. ترسان العصفور اللي انتي بتحبيه وعملتهولك بايدي. قلتلك ماليش نفس. انت ايه ما بتسمعيش كده برضو؟ فضل اطلعي بره. اطلعي بره عايزه اقعد لوحدي. حاضر حقك عليا. اتفضلي. ينفع كده يا سامر؟ اعمل لمامتك شوربه وادخلها لها عشان تاكلها تروح ترضاني من الاوضه؟ وانت ايه اللي دخلك عندها؟ ما تخليك في حالك. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ده بدل ما تقول لي كلمه طيب بيها خاطري؟ يوه مش هنخلص بقى ولا ايه؟ والعمل يا طاهر، الضابط حسام فاضل له تكه ويشك فيك، والمره الجايه مش هيطيق لو ما لقاش عندك معلومه تفيده. أعمل إيه بس يا ربي؟ ما هو لو قلب علي هروح في حديد، ولو بلغته بمكان دياب حطير المصلحي، وأبقى كده خسرت كل حاجة. أني أمسك العصايه من النص بس إزاي؟ أيوه أبلغه بعملية سيدي منصور وهو طعم أشغله بيه عن التدوير ورا دياب. ما هو أني لما أرميله منصور يعضعط فيه هيهدى علي ويروق لي الجو مع دياب ابو الشباب. يا سلام عليك يا واد يا طاهر وعلى مخك السم. البلد دي لو فيها منك اتنين كانت خربت، ولو ما فيهاش ما هي خرباني خرباني. يعني هي جت علي. على فكرة دي أول مرة تكلمني بالطريقة دي. سيبيني في حالي وكفاية اللي حصل.
هو ايه اللي حصل؟ انت عارفه كويس ايه اللي حصل. هو انت يا ساهر هتعمل زي مامتك؟ لان هي دي الحقيقه. وانا ذنبي فيها ايه؟ ذنبك انك اخته ومراتك يا ساهر، ولا نسيت؟ لو سمحت يا شاهين ده سيبيني لوحدي عشان انا مش عايز اتكلم مع حد. هو انت يا ساهر مسيبني بيتي وجايبني مقعدني هنا مع باباك ومامتك اللي هي اصلا مش طايقاني، ولا انت كمان بقيت طايقني وفي الاخر بتعامل المعامله دي؟ طب انا قاعده هنا ليه؟ ما ترجعني بيتي. انا مش هسيب ابويا وامي لوحدهم، ولما قرر نرجع بيتنا هبقول لك. ايه اللي انت عملتيه ده؟ اتجننتي؟ اتجننت علشان عايزه اعيش مع جوزي حبيبي كده برضو؟ هي دي وصيه خالي المليجي ليك؟ انا ما قلتش حاجه، بس على الاقل تعرفيني عشان اعمل حسابي. ما انا الشقه الايجار اللي كنت قاعده فيها سبتها خلاص، قلت اجي اقعد مع جوزي حبيبي واعملها لك مفاجاه. مفاجاه زي الزفت. زفت؟ وجوزي معاك زفت؟ زفت على دماغك. انت قللت الادب وانا ممكن اطردك دلوقتي حالا. اوكي، من غير ما تطردني يا حياتي انا همشي، بس قبل ما امشي هتطلقني، وعشان تطلقني انت عارف هتدفع لي مؤخري 250,000 جنيه ما ينقصوش جنيه. لولا اعقلي يا حبيبتي. اعقلي انت يا قلبي بدل ما اوريك الجنان الاصلي. ها قلت ايه؟ هقول ايه؟ بيتك ومطرحك يا روحي. ايوه كده يا حياتي اتعادل. السلام عليكم. بونازيرا سينيوري. السلام عليكم يا باشي. يا باشي منصور هيسلم عملية كبيرة بعد بكرة الفجر. فين؟ ورا الجبل الأصفر عند 70 كيلو. متأكد؟ عيب يا باشي، دي فرصتي وجاتلي لحد عندي عشان أسلمك رقبة منصور تفش فيها غلك. الولد ياب فيه أخبار عنه؟ لا لسه يا باشي، بس والنعمة الشريفة أول ما أعرف عنه حاجة أقول لك على طول. اسمع مصطفى، أنا عايزك تفتح عينيك، مش عايزه يفلت. لو فلت رحمة الغالية رقبتك قدامه. يا باشي ما تقولش كده، ده إحنا خدامينك. أنا عارف عارف يا مصطفى. إيه مستني حاجة؟ لا يا باشي أمشي؟ السلام. أوامرك يا باشا. السلام عليكم.